هذه المناسبة الاحتفالية بالمجتمع المدني يحضرها السيد رئيس الحكومة، يحضرها السيد رئيس مجلس النواب، يحضرها مختلف رؤساء وممثلو المؤسسات الدستورية، ويحضرها رئيس جمعية الجهاد، وكذلك يحضرها رؤساء الجامعات ورؤساء الكليات، ويحضرها الصحفيون والإعلاميون، ولكن يحضرها المجتمع المدني بتمثيلية وازنة. إننا في هذا اليوم نحييكم أيها السيدات والسادة العاملون في ميدان العمل المدني، سواء منكم من حضر هنا أو من لم يحضر، فتحية للمجتمع المدني في يوم الاحتفال بالمجتمع المدني. هذا اليوم هو مناسبة كما قال السيد رئيس الحكومة وكما قال مناسبة لتجديد الاعتراف بما قدمه ويقدمه المجتمع المدني من عطاءات عبر استثمار جنانيته المتنامية، حيث تجاوز عدد الجمعيات المسجلة قانونا كما لذلك، وأخبر السيد رئيس الحكومة تجاوز 200 الجمعية، والتي تغطي مختلف جهات المغرب وتستقطب مختلف شرائحه وفئاته وتحتضن تنوع مكوناته وتياراته وتعبيراته وتعزز اندماجها وتفاعلها وتعاونها. هي فرصة لتثمين جهوده ومبادراته وإنجازاته ولرصد واقع جمعياته ومنظماته وما يعتبر أدوارها ومشاركتها من إكراهات وتحديات وشروط ومسؤوليات، وذلك على كل المستويات، سواء كان الأمر يتعلق بالمستوى المعرفي أو الثقافي أو القانوني أو التدبيري أو التكويني أو التواصلي أو التمويلي وغير ذلك مما يهم هذا المجتمع. جدير بذكر حضرة السيد والسادة أنه وبموازاة هذا الاحتفال سترضم ندوة غدا يحضرها فاعلون مؤسساتيون ويحضرها ايضا فاعلون في المجتمع المدني، وذلك من اجل الوقوف على جمله من القضايا التي تهم هذا المجتمع وبلوره الاقتراحات اللازمه في هذا السياق. حضرات السيدات والساده، ان اليوم الوطني للمجتمع المدني هو ايضا مناسبه لاستحضار ما حققناه بصفتنا المجتمع المدني لفائدة جمعياته ومنظماته خلال السنة الفائتة، والإفصاح عن برامجنا المستقبلية لتحقيق تطلعات هذا المجتمع وانتظاراته. وهكذا فقد حرصت هذه الوزارة خلال السنة المنصرمة على استكمال برنامج وأوراج استراتيجيتها، وخاصة على صعيد استكمال برنامج تعزيز قدرات الجمعيات على ممارسة آليات الديمقراطية التشاركية، استكمال برنامج تعزيز قدرات الجمعيات للولوج إلى خدمات الإعلام السمعي البصري والتمكين الرقمي، تعزيز مسار تكوين وتأهيل الفاعلين الجمعويين في مجال التراكع المدني حول الوحدة الترابية، إعداد ونشر التقرير الثالث للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني برسم سنة 2017، وإن شاء الله نحن بصدد العمل من أجل نشر التقرير الذي يهم تطوير بوابة الشراكات العمومية بهدف الولوج العالي والشفاف إلى التمويل العمومي وفق معايير الحكامة الجيدة والنزاهة، انخراط الوزارة في تعزيز وتشجيع قيم التطور عبر المساهمة في إعداد مشروع القانون رقم 18-18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات الإخوان الخيرية، بالإضافة إلى استكمال إعداد مشروع قانون 08-06-18 المتعلق بالتطور والتطور التعاطفي، كذلك ترأس لجنة العرائد والإشراف على مرتبطة بتدارس وتقييم كل العرائض المرفوعة إلى السلطة العمومية المتمثلة في الحكومة، الانخراط في مخطط العمل الوطني في مجال الحكومة المنفتحة عبر خدس التزامات تمس محورين المشاركة المواطنة وشفافية الميزانية، التعاون والتنسيق مع شركائنا الدوليين
لإنجاح برنامج مشاركة مواطنة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنزل من طرف المكتب الأممي لتنفيذ المشاريع. التواصل مع الجمعيات ومكواكبتها عبر مركز اتصال مباشر من خلال الرقم المفتوح. دعم مشاريع الجمعيات خاصة في مواضيع التشاركية والترافع من أجل الوحدة الترابية والأمن المجتمعي. دورة برامج حول إمكانيات إسهام جمعيات المجتمع المدني في خلق فرص التشغيل عبر التكوين والتأهيل في مهن العمل المدني. الاستمرار في تثمين عطاءات الجمعيات وشخصيات العمل المدني عبر تنظيم النسخة الثالثة لجائزة المجتمع المدني. حضرة السيدات والسادة المحترمين، إن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، إن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على تعزيز جهودها للمساهمة في النهوض بالسياسة والتشريعات العمومية الموجهة للمجتمع المدني من أجل تمكين قيمه وحرياته ومسؤولياته وحكامته ونزاهته وأدواره، والتجاوب أيضا مع طموحات ومطالب جمعياته لتوفير شروط وإمكانيات قيامها بعملها المدني غير الربحي ومشاركتها التطوعية في مختلف مجالات التنمية البشرية المستدامة وفي الدبلوماسية الموازية والدفاع عن المصالح والقضايا الوطنية والتي تعتبر أهمها الدفاع عن وحدة التراب الوطني. وفي هذا الإطار الوزارة من خلال تفعيل مخطط عملها 2020-2023 وبالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والبرلمان والجماعات الترابية والمجالس الدستورية والمؤسسات الوطنية والجامعية والإعلامية والشركاء الدوليين، وعبر تعزيز ومؤسسة التشاور مع جمعيات ومنظمات وفعاليات الأوراش المشتركة التالية. المرشح الأول، استكمال وتطوير التمكين القانوني للمجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي والعمل الجمعوي التطوعي. الورش الثاني، تعزيز وتطوير منظومة التواصل والشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاعات الإدارية والسلطات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والدعم العمومي لمواردها البشرية وقدراتها المؤسساتية. الورش الثالث، إعداد وإنجاز أطر وبرامج مرجعية مشتركة لتقوية المرجعيات البشرية للعمل الجمعوي وأدواره وحكامته وتكوين أطر الجمعيات والعاملين فيها وتأهيل أطر القطاعات الميزانية والجماعات الترابية في مجال تدبير علاقاتها مع المجتمع المدني وتفعيل آليات الديمقراطية. الورش الرابع، تنمية قيم وثقافة المجتمع المدني وتثمين عمل التطوعي والتضامن ومشاركته المواطنة والتأكيد برواده وإبراز قدواته من خلال مراجعة وتطوير جائزة المجتمع المدني وتطوير وهيكلة الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني باليوم الثالث من شهر مايس ومواكبة وتحفيز القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والجمعيات للاحتفال باليوم العالمي للتطوع بيوم 5 من شهر نوفمبر وتطوير ودعم مبادرة عاصمة المجتمع المدني كحدث مدني تشاركي. الورش الخامس، تطوير قدرات الوزارة في مجال التواصل مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومواكبتها ودعم أدوارها ورصد أوضاعها وتوثيق معطياتها وأدبياتها والتعريف والتوعية بآليات الديمقراطية وإطلاق المنصة لتكوين الجمعيات عن بعد في الأسابيع المقبلة إن شاء الله، وتعزيز وتجويد خدمات البوابة الإلكترونية لمشاركة المواطنة لتسهيل مسار تقديم العرائض. وقد توصلت منذ يومين بجواب من سير رئيس الحكومة يسمح فيه لوزارة الدولة باعتماد التواصل الإلكتروني في تقديم العرائض تماما كما تماما. ستعمل هذه الوزارة على تطوير توجهات وأهداف البوابة الخاصة بالشراكة
وتجويد هيكلتها وخدماتها، وتعزيز قدرات أطر الوزارة في المجالات التي تهم القضايا وشؤون المجتمع المدني والعلاقات والورش السادس. فيتمثل في النهوض بثقافة ومعارف المجتمع المدني وأدبياته، وتشجيع البحث الجامعي والدراسات العلمية والدراسة التربوية والتكوينية حول العمل الجمعوي والتطوع والديمقراطية التشاركية. أما على مستوى الورش السابع، بدعم ولوجه جمعيات التكنولوجيا الحديثة للإعلام والتواصل الاجتماعي واستثمارها في تعزيز أدوارها المدنية ومن أجل ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني ووقاية النزوعات وخطابات التعصب والكراهية والتشهير والأخبار الزائفة. حضرات سيدتك السادة، يسرنا بهذه المناسبة الهامة، والمناسبة شرط كما يقولون، أن نعلن عن انطلاق التحضير والترشيح لجائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2020، لأن المرسوم المنظم يلزمنا بأن نعلن في هذا اليوم، أي يوم 13، إعلان عن جائزة المجتمع المدني في دورتها المقبلة. لذلك فإنها مناسبة لكي نهيب بالمجتمع بفعاليات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات المدنية للانخراط في أهدافها